بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم في حلقة من حلقات برنامج هي الحكاية إيه؟ والحقيقة أنا عايز أناقش معاكم فكرة بتتعمل ساعات لتشكيك في إيماننا المسيحي، وهي فكرة الآية الواحدة. يعني إيه الآية الواحدة؟ يعني بعض الناس غير المسيحيين أو اللي بيشككوا في الإيمان المسيحي ياخد آية ويفسرها بمزاجه بره سياق الباراجراف نفسه. يعني زي مثلا الآية اللي موجودة في إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس آية 19 اللي فيها بيقول كده: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم أنه لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل. تاني، فكرة أن أنا باخد آية وبجري بيها دي فكرة في منتهى الخطورة، خطورة الآية الواحدة. وهدي لحضراتكم مثل عشان تفهموا اللي بيهاجم الإيمان المسيحي بيهاجمه إزاي. ياخد آية يفصلها عن السياق وعن الموضوع، فلا يقول قبلها كان إيه ولا بعدها كان إيه، ويقول بصوا أهو الآية هي وتفسيرها واضح. أنا بس أتمنى بجد لأي حد بياخد آية من كتابنا المقدس يتعب نفسه ويشوف التفسير. يعني معلش رجاء ارجع اتعب نفسك وشوف الكنيسة والأباء القديسين والكنيسة الأولى فسرت الكلام ده بإيه. لأن أنا عايز أطمنك تماما مفيش حاجة اتاخدت من الكتاب ما كانش ليها تفسير، وبقالنا سنين وأعداد كبيرة من المفسرين والروح القدس والله اشتغل. وبالتالي اوعى تتخيل انك لما هتجري بآية وتفسرها على مزاجك، سامحني يعني انك جبت التايه. لا، ما جبتش التايه، الكلام ده كله متفسر وواضح. بس ارجوك لو انت عايز تعرف الحقيقه اقرا التفسير كان ايه، بس اقراه على بعضه برضه، لان في ناس بتاخد التفسير ايه حته منه. تخيلوا يعني ياخد ايه لوحدها وياخد حته من التفسير ويقتطع ويقول اهو شفته بيقول. معلش ارجوك انت عايز تعرف إذا كان الكلام ده حقيقي ولا لأ، ارجع للتفسير. ارجع للآية، الآية في 5-19، يوحنا 5-19: أجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب فعله. ما ينفعش الابن يعمل حاجة إلا لما يشوف الآب إيه عمله. وبالتالي واحد يقول لك خلاص أهو، يبقى معنى كده أي حاجة عملها الابن من معجزات دي عملها الآب ومن مشيئة الآب. خلاص، ما احنا بنقول كده انه الابن ما بيعملش حاجة لوحده، ده انسان او نبي وعظيم وكل حاجة او قديس عظيم او ليه بركات او، لكن هو مش بيعمل حاجة ايه لوحده، ده لازم الآب هو اللي يقوله عليها والآب بيبقى بيعملها فهو بيقلد، او يبقى هو هنا بيعمل ايه بمشيئة الآب. إذن الابن ما بيعملش حاجة والابن انسان عادي، الآب هو اللي اداله القوة دي. فاهمين المعنى؟ يبقى هو عايز ياخد الآية دي عشان يقول إيه؟ إن كل المعجزات اللي بتفتخروا بيها من إقامة أموات أو من عينين لشخص كان مولود من غير عينين ولا جهاز بصري ولا حاجات هو بيخلقها له، كل دي حاجات خدها منين؟ من الآب. ومشيئة مين؟ الآب. لأن الكلام واضح: لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل. تعالوا بقى نرجع نشوف السياق، هو الكلام كده صح؟ لا طبعا، هو خد الآية وجري بيها وفسرها بدماغه. تعالوا نكمل الآية. على فكرة عشان بس تفهموا انه اللي بيعمل كده غالبا مغرض. يعني مغرض؟ يعني قاصد يشكك، هو مش عايز يوصل الحقيقة، لانه لو هيوصل الحقيقة هيتعب نفسه ويقرأ الباقي. يعني فاهمين قصدي؟ يعني انت عايز تعرف الحقيقة كمل الباقي. الآية اللي بعديها او في نفس الآية: لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. ايه ده بقى؟ الكلام بقى غريب. يعني كل اللي يعمله الاب يعمله الابن. الكلام بتاع الشخص اللي بيقول ان الابن بيعمل بمشيئه الاب والاب هو اللي بيعمله، الابن هو منفذ بس، وانه ملوش اي اراده وملوش اي مشيئه وملوش وملوش وملوش، هو هنا ما كملش بقيه الايه. ده نفس الايه، يعني حتى مش الايه اللي جنبها. يا جماعه هو وقف عند الجزء اللي هو ما قبل: لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. يعني اللي بيعمله الاب بيعمله دايما الايه؟ يبقى معنى كده ان الابن بيعمل كل عمل مين؟
الاب، مهما عمل الاب يعمله الابن كذلك. طب واحد يقول له طب ما احنا ما فهمناش يعني ايه لا يقدر الابن ان يفعل شيئا من ذاته وحده الا اذا راى الاب فعله. هقول لك حال، بس مبدئيا انت خدت بالك من اللي حصل؟ هو خد الجزء الاولاني اللي ممكن من خلاله نفهم انه الابن بيعمل بمشيئه الاب بس، وان الابن ملوش مشيئه. لكن تكمله الايه يوحنا، انجيل يوحنا 5:19، انه مهما فعل الاب يفعل ايه الابن، مهما عمل ده يعمل ده. يبقى الابن بيعمل ايه؟ كل عمل الاب. يبقى الابن مساوي للاب ولا اقل من الاب؟ ده هيعمل كل عمل الاب. ما هو في ايماننا احباء الابن حكمه الله وقوه الله. هو حكمه الله ما بتعملش عمل الله؟ فكر معايا، ده كل شيء به ايه كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان، انجيل يوحنا الاصحاح الاول. والغريبه انه نكمل الايات، يقول ايه 20: لان الاب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله. يبقى الابن بيوري الاب، بيوري الابن ايه؟ كل عمله. وسيريه اعمالا اعظم لكي تتعجبوا انتم، لانه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي، كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. ايه رايكم؟ يبقى الابن هنا بيحيي ايه؟ من يشاء. يبقى الابن عنده مشيئه ولا ما عندوش؟ والابن بيحيي بمشيئته ولا هو مستني لما الاب يقول له اوكي او لا؟ مش مستني. فاهمين قصدي احبائي؟ يعني الابن هنا بيحيي من يشاء. وبعدين يقول: لان الاب لا يدين احد بل قد اعطى كل الدينونه للابن. يبقى مين اللي بيدين، الاب ولا الابن؟ الابن. طب هل ده معناه بقى لان الابن بيدين والاب مش بيدين يبقى الابن اعلى من الاب؟ لا طبعا. لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الايه؟ الاب. الناس تكرم الابن زي ما بتكرم مين؟ ده هنا عايز يقول ان هما الاثنين ايه؟ متساويين. من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله. واضحه؟ اللي مش بيكرم الابن كانه بيخبط في مين نفسه؟ في الاب. اكرامه للاب. واحد يقول لي طب ليه المسيح قال انه الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب فاعله؟ هدي لحضراتكم مثلا عشان نفهم ليه المسيح قال كده. المسيح بيؤكد في هذا الباراجراف إن هو الآب وإن كان ليهم مشيئة، لكن مشيئتهم إيه؟ واحدة متساوية، ما يقدرش حد يتصرف غير التاني. تعرفين دي عاملة زي إيه؟ أقول بص أنا راجل متزوج وعندي مراتي وعيالي، ما اقدرش اقرر ان انا هاجر من غير ما مراتي توافق. لازم قراري في السفر والهجره يمشي مع قرار مين؟ مراتي. هل ده معناه ان مراتي اعلى مني؟ هل ده معناه ان مراتي اكبر مني؟ هل ده معناه ان انا ضعيف ودايما باخد راي مراتي؟ لا. هنا معناه ان انا ومراتي مفروض نبقى ايه؟ متوافقين ومتساويين ومتماشين مع بعض في المشيئه والاراده. ده هنا الابن في هذا الباراجراف أو هذا الجزء من الكتاب المقدس بيؤكد إن هو والآب في المشيئة إيه؟ واحد، وإن إحنا الاتنين بنعمل نفس المشيئة وبنعمل نفس الإرادة، وإنه محدش فينا بيتصرف بخلاف التاني، وإنه في الآخر الهدف إن إحنا كلنا نبقى متساويين. عشان كده لما بنقول نور من نور إله حق من إله حق بنقول إنه في تساوي. ويكرمون الإبن كما يكرمون الآب. وبعدين في آية 26 نفس الإصحاح يقول سيد المسيح للمجد: لأنه كما أن الآب له الحياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أن تكون له الحياة في ذاته. واضحة؟ يعني حياة الإبن فين؟ في ذاته. وحياة الأب فين؟ في ذاته. وبالتالي ده مش نبي حياته في إيد ربنا، لا، ده ابن حياته في ذاته والآب حياته في إيه؟ في ذاته. وانه في مساواه وانه الثلاث اقانيم لاله واحد، اب وابن وروح قدس. طبعا في اجزاء اخرى اتكلم الكتاب المقدس عن لاهوت الروح القدس ومساواته للاب والابن. اذا اللي انا عايز اقوله احبائي خطوره الايه الواحده. الاخ اللي قال الكلام ده خد الايه وفصلها، وعلى فكره فصلها اما بجهل او فصلها بشر. لو بجهل اعتقد انه عشان الجهل يهدى لازم نعرف الباراجراف على بعضه بيقول ايه وتفسيره ايه، ولو بشر ربنا موجود
وهيبقى الإنسان ده مسؤول أمام الله إنه بياخد وبيقتطع حاجات. وزي ما قلت لحضراتكم، ده آية مش خد آية وفصلها عن باراجراف، ده خد جزء من الآية وفصل الجزء الثاني، شال الجزء الثاني من يوحنا 5:19، خد جزء من آية 19 وساب الجزء الثاني. علشان كده أحبائي، احنا في أي حاجة بنقراها نشكر ربنا عندنا الكتاب المقدس على بعضه اللي بيفسر نفسه، وفي نفس الوقت عندنا تفاسير الآباء والكنيسة اللي يتفقوا مع روح الكتاب المقدس. صحيح لا يقدر الابن أن يفعل شيء من ذاته وحده، لكن هو والآب بيعملوا نفس الأشياء بنفس المشيئة ونفس الإرادة ونفس الهدف، لأنه أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب إيه فيه. ربنا يديني وديكم نعمة إن احنا نركز في الكلام ده. لإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.